السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل محشي كوسة، ويلا نشوف مع بعض المقادير ايه. وأنا هعمله طبعا بطريقتي، وكل حاجة أنا بعملها بالطريقة اللي أنا بحبها، ماليش علاقة حد بيعملها ازاي. ويلا نشوف معانا ايه النهاردة. معايا كوسة أنا مقوراها وغسلها كويس، ومعايا اتنين هعملهم معاكم عشان البنات اللي ما بتعرفش، ومعايا بصل ولسه بقشر التوم، معايا لحمة مفرومة، معايا صلصة، معايا بهارات محشي، ومعايا فلفل وكمون وملح، وممكن حطيت هنا قصدي قرن شطة أحمر، ومعايا رز غسلاه ونقعاه، ومعايا الخضرة شبت وكزبرة. ويلا نشوف ان شاء الله هنعمل ايه النهاردة. مش عارفة الإضاءة مظبوطة ولا لأ. انا عايز الاول اوريكم نقور الكوسه ازاي، ودي الطريقه اللي انا عملت بيها. اول حاجه بعمل كده، بلفها كده بالراحه وبطلعها عشان اهول نفسي. بسم الله، بفضل الفها كده بشويش، وكل ما بيجي فيها بحوشه اهو. طبعا لسه هقورها اكتر من كده، بس هقولكم بس الطريقة اختصر. وبعدين بقوم جايبها كده بالمقورة كده، بعمل لها شكل حلو كده، كده اهو. طبعا لسه هغسلها، هجيب واحده من اللي انا عاملاها اوريها لكم. دي اللي انا عاملاها ومخلصاها، فاتحه اهو كده. ويلا نشوف هنعمل ايه. جبت حله على النار، هحط اللحمه هقلبها كويس لحد ما تنزل الماء اللي فيها. دلوقتي هحط شوية زيت هنا، واحط شوية هنا عشان ادي الكوسة كده تحميرة خفيفة. احط البهارات اللي هي بهارات اللحمة والفلفل والكمون والملح. معايا معلقه صلصه. الايام دي الطماطم صفرة او مش عارفه ليه كده. دلوقتي هحط الطماطم، وهغطي عليها وهسيبها لما تتسبك كويس. دلوقتي هحط الكوسة في الجريلا، هدي تقريبا كده تقليبة بسيطة مش هحمرها يعني. انا في الاخر ان شاء الله بغسلها الفرن واحدة وقعت. معايا البصل هحمرها هنا،
وهشوحها كويس واحطها على الفرن. انا ما حطيتهاش مع اللحمه لان انا كنت حابه احطها لوحدها عشان اخلي لونها ذهبي خالص. لو حطيتها مع اللحمه هحس كده ان هي زي ما تكون استوت. مش هطول عليكم الفيديو، هحمرها كويس واحطها هنا. دلوقتي ما شاء الله السلطه سبكت وبقت حلوه، وهنزلها من على النار عشان احشي الكوسه. دلوقتي انا حطيت الرز اللي نقعته شويه في ميه دافيه، واحط الخضار اللي عندي، واجيب الصلصه اللي باللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبهم كويس وهرجع لكم ان شاء الله. دلوقتي كنت سايبه شويه خضره كده هحطهم. هي اصلا من الجرانيت ما بتلزقش، يعني مش محتاجه اي حاجه مش محتاجه اي حاجه. دلوقتي هبدا احشي كده، ندخل بصابعنا الصغير كده. حد بقى صابعه تخين تبقى المشكله فين، نعمل له ايه؟ انا حشيتها اهو، هرص كده وهحشي تاني واحده. بجيب الرز كده وبزقه، بس ما مليهاش على الاخر عشان يستوي، لان انا لو فضلت اكبس فيها واكبس فيها كده مش الكوسه هتستوي، الرز مش هيبقى مستوي معايا. دلوقتي لما بعمل واحده بجيبها في التانيه كده، بحيث ايه ان الرز ما يطلعش منها. خلي عليه الكاميرا عشان ياكلها. دلوقتي انا كان فاضل عنده شوربه احطها على الكوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا حاطه المعلقه دي عشان كان فيها بصل. امسكي المعلقه يا علي. دلوقتي انا حطيت الشوربه بسوى الكوسه الاولانيه، هو فيه طبعا شويه فوق، مش هزود اكتر من كده علشان الرز انا كنت نقعاه وما يبقى المحشي بتاعي مظبوط ان شاء الله. دلوقتي ما شاء الله المحشي استوى، وهحطه في الفرن ونشوف الشكل النهائي مع بعض. دلوقتي الكوسه بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله، انا متعوده امسك اي حاجه سخنه، محصنه انا. هنغرفها بقى ونقول لكم الشكل النهائي. بصراحه الكوسه في الفرن بتبقى حاجه تانية خالص، غير بقى اللي في الحل، ما بحبش اللي في الحل. وده الشكل النهائي للكوسه، واللمسات الاخرانيه طبعا دايما لعلي. وطبعا دلوقتي على هيجرب المحشي معاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. واقول لكم السلام عليكم، واختم بقى مع علي. بإيدك اليمين. كل. وده المحشي الكوسة بالمصر.